السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال الصف السادس، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح جرامر يونت 1 بالتفصيل، بس التفصيل الغير ممل، وأتمنى إن شاء الله إنكم تستفادوا جدا السيشن ده، وكمان أتمنى إنكم تدعموه بلايك عشان تساعد في نشره، عشان اليوتيوب يحس إن هو فيديو مهم فينشره. من غير اللايك الفيديو هيموت، والمحتوى الهادف بينتهي بقلة التفاعل. ولو كنت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك، وهتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام للمتابعة. أهلا بيك. ودلوقتي let's get started. النهاردة هنشرح حاجة اسمها adverbs of frequency، يعني ظروف التكرار. وظروف التكرار هي طب ما بدل ما نتكلم على طول على ظروف التكرار، تعال نشوف الحكاية من الأول. يلا نبدأ من أول شرح present simple، مضارع بسيط، وبعدين نشوف ايه هي adverbs of frequency، ظروف التكرار. present simple المضارع البسيط has two forms، ليه تكوينين. التكوين الاول هو التصريف الاول للفعل. احنا عارفين طبعا ان كل فعل له ثلاث تصريفات، زي مثلا play played played. play بقى هو ده التصريف الاول اللي بيتكون منه present simple. يبقى present simple بيتكون من التصريف الأول زي مثلا play يلعب، أو التصريف الأول زائد s زي plays. يبقى present simple has two forms، تصريف أول أو تصريف أول زائد s، play أو plays. طب إمتى بيجي تصريف أول زي play؟ بيجي مع كل الفاعل سواء كان ضمائر أو أسماء إلا شلة الاس. مين هي شلة الاس؟ اللي كنا حافظينها قبل كده وعملنا عليها أغنية وكنا بنقوله شلة اس، اللي بتحب حرف اس هي هي وشي وإت وأي اسم مفرد. هي شي إت وإني سينجولار ناون اسم مفرد. يبقى بليز أو أي فيرب أخره اس بتيجي مع هي شي إت وأي سينجولار ناون أي اسم مفرد. يبقى بضيف للفيرب اس لو كان الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد. هي شي ات او اي اسم مفرد. وبلاي بقى تيجي مع الباقي اللي هو اي يو وي ذي واي اسم جمع بلورال ناون. تاني حبايبي، يبقى play التصريف الأول بيجي مع I, you, we, they وأي plural noun اسم جمع. وplays يعني الverb plus s بيجي مع he, she, it وأي اسم مفرد. he, she, it وأي اسم مفرد. احنا مسميين دول شلة الاس، بيفطروا اس ويتغدوا اس ويتعشوا اس. لو عرفت ان دول شلة الاس هتوفر على نفسك مجهود كبير. ليه؟ لان اي فيرب ليه تصريف اخره اس هما بياخدوه. يعني ايه؟ يعني من فيرب تو بي بياخدوا ايز وواز عشان اخرهم اس، من فيرب تو دو بياخدوا داز عشان اخرها اس، ومن فيرب تو هاف بياخدوا هاز عشان اخرها اس، وفي البريزنت سيمبل بياخدوا التصريف اللي اخره اس. البريزنت سيمبل عنده two forms، has two forms، عنده شكلين اللي هو التصريف الاول او التصريف الاول زائد اس. طيب ده في الاثبات، امال في النفي بقى يا ميس بقى بيتكون من ايه؟ في النفي سهل جدا، بيتكون من don't، انا عايز انفي فهجيب don't، او doesn't، وبعديها plus الانفينيتيف اللي هو المصدر بتاع الفعل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده ببساطة انا دلوقتي عندي not اللي هي ان او تي، او باختصرها احذف الاو واحط ابوستروفي. not دي عشان احطها لازم احطها في فعل مساعد. انا لو بصيت عندي في البريزنت سيمبل هلاقي مش معاه فعل مساعد، مش زي مثلا المضارع المستمر present continuous بيبقى معاه am و is و are، واحدة منهم زائد الفيرب زائد ing، فانا عايز انفي اقدر احط not دي لام او is او are. لكن هنا انا عندي الفعل معه، هو فعل اساسي بس من فيرب بس، فهعمل ايه؟ لازم اجيب فعل مساعد من عندي عشان احط له not. فهجيب do من فيرب to do اللي هي do و does، فهتبقى don't او doesn't. بس اخد بالي حبايبي، طبعا هنا don't بتخش على الفعل في التصريف الاول، فمثلا هنا هتبقى don't
play. play العب، don't play لا العب، يبقى play نفيها don't play، play نفيها don't play. طيب عندي بقى plays نفيها ايه؟ plays نفيها هي فيها s، فانا جبت لها واحده شبهها اللي هي does عشان فيها s زيها، بس خدوا بالكم does دي حراميه بتسرع الاس، يعني does هتخش على plays هتحولها برضو لبلاي. ليه بقى؟ فين الاس؟ راحت فين؟ اخدتها does. يبقى play نفيها don't play، plays نفيها doesn't play، play don't play، plays doesn't play. يبقى بنفي بdon't او doesn't، بس اخد بالي ان does حراميه بتسرق الاس، اما بتنفي الفعل بتاخد منه الاس وترجعه في الانفينيتيف في المصدر. ميك نيجاتيف فورم يعني انفي، فهقول I don't watch TV، وهنا هقول هي، طبعا هنا هي ناقصها اي بقى هنا عشان تبان في الكاميرا، doesn't، he doesn't watch TV، هو لم يشاهد التلفزيون. يبقى هنا watch نفيها don't watch، و watches نفيها doesn't watch. واضح جدا. يبقى اذا انا عندي البريزنت سيمبل بيتكون من التصريف الاول في الاثبات، التصريف الاول او التصريف الاول زائد اس، التصريف الاول او التصريف الاول زائد اس. طب في النفي بيتكون من don't او doesn't زائد المصدر، يعني يجي بعدهم الفعل بدون اي اضافات. المصدر يا ولاد يعني الفعل بدون اي اضافات. احنا عارفين طبعا ان الفعل احنا احيانا بنضيف له اضافات زي الاس، زي الاي دي، زي اي ان جي. لا، don't و doesn't يجي بعدها الفعل بدون اي اضافه، زي الشاي الساده بدون لبن بدون سكر من غير اي حاجه، play بس كده بدون اي اضافه، زي هنا play، زي هنا watch، وهكذا. طيب انا قلت دلوقتي ان هو بيتكون من التصريف الاول او التصريف الاول زائد s. طيب اضافه الاس بقى انا بضيف الاس كده وخلاص ولا في حاجات باخد بالي منها؟ طبعا في حاجات. ليه؟ لاني انا ساعات اضيف s وساعات اي اس وساعات اي اي اس. امتى بضيف اس؟ بضيف اس للفعل عادي خالص ما فيهوش حاجه، زي مثلا كوك، يطهي او يطبخ هيبقى كوكس. طيب امتى يبقى كده اضفنا الاس للفعل ما فيهوش حاجه؟ طب امتى اضيف اي اس؟ بضيف اي اس للفعل اللي اخره اس، اس اس، S H C H O X أو Z. يبقى إمتى أضيف E S للفيرب اللي آخره إيه؟ S S S S H C H O X أو Z. لو غنيتوها معايا كده هيبقى الأمور سهلة جدا بالنسبة لكم. بضيف E S للفيرب اللي آخره S S S S H C H O X أو Z. S S S S H C H O X أو Z. S S S S H C H O X أو Z. إزاي؟ مثلا اللي احنا كنا كاتبينها لسه watch، يشاهد، watch آخرها CH أهي، فأضيف لها ES يبقى he watches. زي مثلا go يذهب، go آخرها O يبقى أضيف لها ES يبقى she goes مثلا، هي تذهب. طبعا الجمله بيبقى لها بقى تكمله she goes to school او whatever. طيب ومن هنا يا اولاد جت does على فكره، لان does في الاصل do، بس انا عندي الفاعل هي وشي وايت واي اسم مفرد، فانا بقول مثلا she، فهنا عايزه اضيف لها اس زي القاعده بتاعتي، فهلاقي اخرها او فهضيف لها اي اس مش اس بس. يبقى اذا امتى بضيف اي اس؟ لو الفعل انتهى بالنهايات دي اللي هي S S S S H C H O X أو Z. S S S S H C H O X أو Z دي النهايات اللي بضيف لها E S. طيب إيه اللي بضيف له I E S؟ حبايبي عندي هنا two verbs fly و play. التو verbs دول بينتهوا بليدر Y. طب هل زي بعض؟ لا، في فرق. أنا عندي هنا fly لو بصيت قبل ال Y هلاقي L، والال ده كونسوننت حرف ساكن اهو، لكن هنا الواي هلاقي قبلها اي وده فاول حرف متحرك. يبقى هنا عندي الاثنين اخرهم واي، بس واحده قبلها حرف ساكن وواحده قبلها حرف متحرك. لما باجي
اضيف الاس، يعني مثلا عايزه اقول a bird fly، الطائر بيطير اهو a bird fly. انا هبص على الواي، الحرف اللي قبل الواي هلاقيه ساكن فهحذف الواي واضيف اي اي اس، يبقى هنا هتبقى a bird flies. انا حذفت الواي واضفت اي اس، الطائر يطير. طيب انا عايزه اقول الطائر بيلعب a bird، هنا هلاقي قبل الواي في ايه؟ في ايه، هحط الاس وبس. ليه؟ لاني انا ما بحذفش الواي اذا كان قبلها فاول، لازم عشان احذفها يبقى قبلها كونسوننت ساكن. يبقى اذا امتى بضيف اس للفيرب العادي، امتى بضيف اي اس للفيرب اللي اخره اس 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 اتش سي اتش او اكس او زد، اس 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 اتش سي اتش او اكس او زد. امتى بضيف اي اي اس للفيرب اللي اخره واي قبلها ساكن؟ لازم اقول الكلام كده علشان يبقى كلامي صح، ما اقولش للفيرب اللي اخره واي واسكت، لا، الفيرب اللي اخره واي قبلها ساكن بحذف الواي واضيف اي اي اس، الفيرب اللي اخره واي قبلها ساكن بحذف الواي واضيف اي اي اس، لكن لو قبلها متحرك يبقى انا بضيف الاس وبس. يبقى هنا عندي اس، بضيف اس للفيرب للفيرب العادي، اي اس للفيرب اللي بينتهي بالنهايات دي، اس 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 اتش سي اتش او اكس او زد، بضيف اي اي اس للفيرب اللي اخره واي قبلها كونسوننت حرف ساكن، لكن لو قبليه متحرك لا. طيب انا بستخدم التنس ده اصلا ليه؟ الزمن ده انا بستخدمه ليه؟ عشان اعبر عن حاجه بتحصل ناو دلوقتي، عشان هو اسمه مضارع بريزنت؟ لا طبعا، المضارع البسيط ما بيعبرش عن حاجه بتحصل دلوقتي، اللي بيعبر عن حاجه بتحصل ناو دلوقتي هو بريزنت كونتينوس، المضارع المستمر اللي خدناه قبل كده بتاع ام از ار بلس الفيرب بلس اي ان جي. امال ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن حاجه بتحصل دايما 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 دايما، عاده انا متعود عليها او حاجه انا بعملها على طول، فانا عايز اعرفك ان الحاجه دي بعملها على طول فهستخدم بريزنت سمبل. زي ايه مثلا؟ زي انا عايز اقول لك ان انا اذهب الى المدرسه بالاتوبيس كل يوم، ده لما كنت بروح المدرسه، لكن انا في اجازه دلوقتي، ولكني انا لما بروح المدرسه متعود بروح بالاتوبيس، يبقى اقول لك I go to school by bus، انا اذهب الى المدرسه بالاتوبيس. حد مثلا بيقول ان هو بيشرب قهوه على طول، فهيقول، او عايز اقول هو بيشرب قهوه على طول، فهقول he drinks coffee، هو يشرب القهوه. هل معنى he drinks coffee هو يشرب القهوه ان هو بيشربها دلوقتي؟ لا طبعا، مش ده، هو دلوقتي ممكن يكون نايم اصلا، لكن انا بقول لك ان هو عادة متعود من الافعال المتكررة اللي بيعملها على طول ان هو بيشرب القهوة. يبقى اذا البريزنت سيمبل بستخدمه عشان اعبر عن حاجات بتحصل دايما دايما دايما، حاجات بتحصل على طول. طيب التكرار اللي احنا قلنا عليه ده، او الحاجة اللي بتحصل دايما دايما دايما، مش في كلمات بتيجي في الجملة تدلني ان الفعل ده بيتكرر دايما دايما دايما؟ وهي اسمها adverbs of frequency، يعني ظروف التكرار. يعني ظروف التكرار دي الكلمات اللي عندي على البورد دي اللي هي بتبين لي الفعل ده بيتكرر قد ايه، لان الفعل مش بيتكرر بنفس الكم، في افعال بعملها كتير كتير، وفي احيانا، وفي بعض الوقت، وفي حاجات عمري ما بعملها، فاذا التكرار ده لدرجه. فاللي بيوضح لي درجات التكرار هي الverbs دي، هي الadverbs دي، الأحوال دي adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار. ظروف التكرار adverbs of frequency. عندي أول حاجة always، يعني دائما، نكتبه كده always معناها دائما. طيب usually، usually معناها عادة، usually عادة. often او often في قراءة اخرى، بس في جميع الحالات الاو بقولها often غالبا. عندي بعد كده sometimes احيانا، sometimes احيانا. occasionally، occasionally وما بقولش occasionally، لا occasionally دي هنا شوى، occasionally يعني برضو احيانا بس اقل من sometimes. rarely يعني نادرا، ونيفر ابدا، ما بعملش الحاجه دي ابدا. نلاحظ يا اولاد ان انا عندي هنا زي ما يكون كيرف كده او سهم نازل لتحت، يعني ايه؟
الحاجة اللي بعملها always دي بعملها دايما دايما، ببتدي هنا من 100%، 100%، يبقى انا دايما بعمل الحاجة دي. طيب usually جينا مثلا قلنا مثلا ايه دي 90%، يعني 90% بعمل الحاجة دي، يعني الحاجة اللي بعملها usually بعملها اقل من اللي بعملها always. always بعملها دايما، usually عادة. often بعملها ايه؟ بعملها غالبا، فنقول مثلا 80%، 80%. نيجي sometimes احيانا، ساعات وساعات، فنقول مثلا 60%، 60%. occasionally 50%، 50% بعمل الحاجة دي. بعد كده rarely، نادرا، نقول مثلا 10% بعمل الشيء ده. بعد كده never 0%، عمري ما بعمل الحاجة دي، never ابدا ابدا ابدا. يبقى بتتدرج عندي الدرجات من اول always لغاية never، 100%، 90%، 80%، يعني اللي بعمله always ده دايما. يعني لما اقول، ناخد هنا مثلا، لما نكتب هنا I always get up early، يعني انا دائما بستيقظ مبكرا، يبقى كل يوم انا بصحى بدري. طيب لما اقول I usually get up early، يبقى انا هنا ايه؟ انا عادة بستيقظ مبكرا، يبقى انا بصحى بدري مثلا، نقول مثلا 6 ايام في الاسبوع. طيب لو قلت I often get up early، يبقى انا هنا مثلا بستيقظ من النوم مثلا بدري 5 ايام في الاسبوع. طب I sometimes get up early، انا احيانا بستيقظ مبكرا، يبقى نقول مثلا 4 ايام في الاسبوع بنصحى مبكرا. لو انا قلت هنا I occasionally get up early، انا بستيقظ مبكرا 3 ايام في الاسبوع اقل. خدوا بالكم، اقل اقل اقل، التكرار بيقل، كل ما انزل التكرار بيقل لغايه ما اوصل لزيرو. I rarely get up early، يعني انا نادرا يوم كده في الاسبوع بصحى بدري، هو يوم. I never بقى، انا ما بصحاش بدري خالص، never دي معناها ابدا. I never get up early، يبقى انا هنا عمري ما بصحى بدري ابدا ابدا ابدا. I never get up early. يبقى هنا حبايبي احنا اتدرجنا في التكرار من 100% الى 0، من 100% الى 0%، من 100% ل 0%. كل ما اقل، كل ما انزل من حال لحال، بقلل في التكرار. طيب عايز اخد بالي بقى فين المكان بتاع الظروف دي اللي هي الادفيربس دي، هلاقيها بتيجي قبل الفعل. خد بالكم، قبل جيت اهي، يبقى always get، usually get، often get، sometimes get. يبقى الظروف دي بتيجي قبل الفعل، قبل الفعل. ولكن لو عندي فعل مساعد يجي قبلهم. ازاي؟ مش انا هنا قلت I always get up early، always get، لكن اقول I am always happy. الاحظ هنا ان فيرب تو بي جه الاول، انا دائما سعيد، يبقى هنا فيرب تو بي جه الايه؟ جه قبل always، لان هو فعل مساعد، الافعال المساعده بتيجي قبل ال adverbs of frequency، ظروف التكرار دي. تاني يبقى مكانها فين؟ قبل الفعل، ولكن verb to be بيجي قبلها. فاضل حاجة بس عايزين نقول عليها، ظروف التكرار دي لما اسأل عنها بسأل عنها بإيه؟ بسأل عنها بأداة الاستفهام اللي هي how often. how often، كم مرة. أقول how often do you help mom، يبقى هنا سألت بهاو often، أجاوب واحدة من دول.
فهقول I always أنا دائما help mom، يبقى أنا دائما بساعد mom. يبقى how often بتسأل على الظروف دي. لما بلاقي سؤال ب how often، أحد الطرق للإجابة عليه إن أنا بجاوب بالظروف دي اللي هي always usually often sometimes occasionally rarely and never. يبقى زي ما قلنا حبايبي، احد الطرق للرد على سؤال how often ان انا برد ب adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار. زي هنا كمان مثال، how often does Mona visit her grandma؟ كم مرة منى بتزور جدتها؟ She usually visits her grandma، هي عادة تزور جدتها. احنا هنا وضحنا ان هي بتزورها كتير عادة. في طريقة تانية برضو ان انا اجاوب على سؤال how often، ان انا استخدم بعض التعبيرات اللي بتعبر لي عن هي بتزورها قد ايه. زي مثلا اقول she visits her grandma every day، كل يوم، او ممكن اقول once a week، مرة في الاسبوع، twice a month، مرتين في الشهر، three times a year، ثلاث مرات في السنة، وهكذا. يبقى once، twice، three times، four times، five times، وهكذا، مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى ما لا نهاية. يبقى هنا حبايبي أنا ممكن أستخدم أجاوب على how often بطريقتين. بطريقة إن أنا أستخدم adverbs of frequency اللي إحنا خدناها، أو إن أنا أقول مرة، مرتين، ثلاثة، once، twice، three times، four times، وهكذا. وبعدها أقول a week، a day، a year، يعني في الأسبوع، في اليوم، في السنة، وهكذا. يلا بينا بقى نحل أسئلة من كتاب المدرسة على الشرح اللي شرحناه ده. أول سؤال بيقول لي circle the correct answer، يعني هختار الإجابة الصحيحة. The weather is space sunny in Egypt in summer. هنا بيقول لي إن الطقس بيبقى مشمس في الصيف في مصر، يا ترى usually ولا never؟ عادة بيبقى مشمس ولا أبدا لا يكون مشمس؟ طبعا هنا هختار usually. 2. I rarely ولا often eat dates as a snack، يعني أكل البلح كوجبة خفيفة. I love them، أنا بحب البلح، يبقى طبعا طالما بحبه يبقى باكله كتير، يبقى مش هينفع أختار rarely اللي هي نادرا، وهختار often غالبا. 3. هختار أحد الأداتين للاستفهام، how often ولا however. Do you play football with your friends؟ طبعا هي how often اللي هي كم مرة. 4. Summer space plays video games، بتلعب ألعاب الفيديو. But she doesn't like them very much، بس ما بتحبش ألعاب الفيديو قوي. يبقى هنا يعني طبعا ما بتلعبش كتير طالما مش بتحبه، يبقى هختار always ولا occasionally. طبعا occasionally اللي هو احيانا. 5. We space go cycling on holiday، go cycling يعني نروح نذهب نركب الدراجات في الاجازه. but most days، ولكن معظم الايام، we relax on the beach، احنا بنسترخي على الشاطئ. يبقى المعظم بنسترخي، يبقى ما بنروحش نركب الدراجات كتير، يبقى هختار الاقل. يا ترى مين الاقل، sometimes ولا always؟ طبعا sometimes احيانا، لان always دي دائما اللي هي بتبقى 100% 100%. 6. you space call me now، call me now يعني تتصل بي الان. are you angry with me، هو انت زعلان مني؟ يبقى هنا انا بقول له حتى لما هو انا شاكك ان هو زعلان مني، يبقى هو بيتصل بي قليل جدا نادرا، يبقى هختار الاقل. يا ترى مين الاقل، rarely ولا sometimes؟ طبعا هي rarely، نادرا. كل التدريبات دي من كتاب المدرسة. circle the correct adverb in each sentence، هنختار برضو الادفرب المناسب. بيقول لي we don't like fish at all، احنا ما بنحبش السمك اطلاقا، اطول يعني على الاطلاق. we space eat it، يبقى طبعا عمرنا ما بناكله، ما بنحبوش at all، يبقى مش بناكله. هختار بقى often ولا never، اكيد طبعا never اللي هي ابدا اللي بتدي معنى النفي. 2. date palm اللي هو النخيل، trees النخيل اللي هو شجر البلح يعني. usually ولا never، produce fruit ينتج فاكهة، طبعا usually عادة بينتج فاكهة.
اللي هو dates البلح. 3. My aunt lives with us, so I space speak to her. طبعا هنا هي بتعيش معانا، خالتي بتعيش معانا، يبقى أنا كتير جدا بتكلم معاها، يبقى هختار الأكتر اللي هي often ولا occasionally. طبعا often غالبا، لكن occasionally يعني أحيانا، دي درجة أقل. 4. I space do my homework in the after in the afternoon, but I prefer to do it in the evening. يبقى هنا بيقول لي أعمل واجبي في بعد الظهر، ولكن أنا بفضل إن أنا أعمله في المساء. يبقى هنا أنا بعمله برضو بعد الظهر، عشان بط بتربط جملتين متناقضتين. فالجملة التانية بيقول لي بفضل إني أعمل الواجب في المساء، يعني ما بفضلش بعد الظهر، يبقى اللي قبلها متناقضة معاها، إن أنا بعمله فعلا بعد الظهر بس مش كتير، عشان إن أنا بفضل في المساء يبقى هنا هختار sometimes. خدوا بالكو إن هنا لو ما فيش but كنت اخترت never، يعني أنا بفضل، أنا ما بحبش أعمل بعد الظهر وبحب أعمله في المساء، يبقى never عمري ما بعمله بعد الظهر. بس وجود but خلاني أفهم إن هو فعلا بيعمل بعد الظهر رغم إن هو لا يفضل ذلك، يبقى هختار هنا sometimes. 5. هاني space plays football, he doesn't like sports. ما بيحبش الرياضة، يبقى طبعا ايه نادرا بيلعب فوتبول اللي هي rarely. اخترت الأقل عشان often طبعا غالبا دي كتير. 6. Egyptian pharaohs اللي هم الفراعنة weren't space men، ما كانوش دايما يعني مش بيبقوا رجال. There were some women، كان في بعض السيدات pharaohs too، يعني بعض السيدات كانوا فراعنة أيضا. بس يا ترى السيدات كانوا فراعنة ده always يعني دائما، دايما الفراعنة كانوا سيدات، ولا أحيانا كانوا بيبقوا سيدات؟ هو يقصد هنا بفرعون يعني الحاكم، حاكم مصر، فهنا هختار الأقل لأن السيدات كانت حاكم أقل، فأنا هختار هنا sometimes أحيانا. هنا هستخدم تعبيرات تدل على الزمن زي أو عن التكرار، زي once a month، twice a year، واللي احنا قلناهم في آخر الشرح دول. هنا بيقول لي my sister داليا، أختي داليا plays basketball، بتلعب basketball space on Tuesdays and Thursdays، يعني هي بتلعب مرتين في الأسبوع، يوم Tuesday و Thursday. يبقى هنا هقول إيه twice a week. She has a gymnastics lesson space on Saturdays. On Saturdays يعني يوم السبت بس، يبقى هنا once a week. She also practices her gymnastics، هي كمان بتمارس الألعاب الرياضية بتاعتها space after school، بعد المدرسة. ووضح لي أكتر، قال لي she never misses a day، عمرها ما بتفوت يوم، يبقى هي بتتدرب إيه every day، كل يوم. 4. There is a big gymnastics competition in our region، يعني في منافسة رياضية في المنطقة بتاعتنا in December and June. داليا always enters، دايما داليا بتدخل المنافسة دي أو بتشارك. جو داليا هنا بتشجعها، بتقول لها جو داليا، يعني شاركي أو استمري أو اذهبي في المسابقة دي يا داليا. هنا طبعا حبايبي بيقول لي إن المنافسة دي في ديسمبر and June اللي هو مرتين يعني في السنة، يبقى هقول twice a year، مرتين في السنة. كده حبايبي يبقى خدنا present simple وشرحناه بالتفصيل، وخدنا adverbs of frequency وبسأل عنهم ازاي، وشرحنا وحلينا كمان من كتاب المدرسة. لو استفدت من السيشن ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وجروب التليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميس إيمان.